الحلبوسي أكد رغبة الشركات البريطانية في الاستثمار بالمحافظة، مبينا أن السفير البريطاني تحدث بشكل موسع عن قدرة بلاده على الإسهام في تطوير وإعمار الأنبار. كان لسعادة السفير كلام طويل ما يخص الاستثمار في محافظة الأنبار ورغبة الشركات البريطانية في الدخول إلى محافظة الأنبار والمساهمة في إعادة الإعمار وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، ونحن سعيدين وكان هناك تواصل سابق وأيضا سيستمر التواصل في هذا الملف. نؤكد على شكرنا وتقديرنا لجهود حكومة المملكة المتحدة في دعم الأنبار ودعم العراق، وأيضا جهود التحالف الدولي في إسناد العراق في حربه ضد الإرهاب وجهودهم في إعادة الاستقرار وإعادة النازحين. إعادة النازحين أمر تم إيلاءه وقت في حديثنا لهذا اليوم، وتوفير كافة المستلزمات اللي طالب التي تساعد على عودة النازحين إلى ديارهم، من إعادة استقرار، من توفير فرص عمل. هذا المهم، هذا الملف بصراحة يشغل أبناء محافظة الأنبار ويشغل الحكومة المحلية وأيضا يشغل المجتمع الدولي.